الرفاعية منورين ورفاعية وجودكم أوران بسوريا ما شاء الله عددهم كبيرة. كم عددهم سيدي؟ حبيبي بسوريا تقريبا أحدى شيء 300,000 تقريبا ما شاء الله. الاسم الكريم خليل إبراهيم الرفاعي ما شاء الله والنعم سيدي. سيدي الوالد السيد يوسف هاشم سعمي رفاعي وزناب شيخ الطريق رفاع الصوفية أقام والد وذكر الله وصلت عنه بكثير بحوران غارية مولد بحرية بيت مين؟ بيت بيت الشوخ. نعم الوالد الوالد لا بيت مين اقام المجالس هذه؟ الوالد اقامها بدا الشيخ علي الله يرحمه الله يرحمه عليه الشيخ اقام والد كثير هناك ما شاء الله. نعم والدكم دعاء؟ والدكم دعاء؟ نعم ما شاء الله. نعم والد دعاء وكنا نروح لعنده ونيجي لعنده عن اهل كان بالكويت او بسوريا. كل من اشهر الشخصيات الرفاعيه اللي بحوران؟ نعم اشهر الشخصيات ابرزها هو هذا كان خاصه يجي عند الشيخ علي. الشيخ علي شنو اسم ابوه؟ بسلات الرفاعي حسين. اي ابو حسين هو اللي كان يشتري كريمات من هون. نعم. ويبيع كان. نعم. صديق. نعم. عمي بدل. نعم نعم وكان في ذرية السيد سرور الرفاعي. نعم نعم رحمة الله عليه. نعم وبهلول. نعم وعواد في واحد عواد او مي او عواد شاب ابوه الله يرحمه. نعم هو ابو منيب يوسف الرفاعي. نعم ما شاء الله وفي ابو ابراهيم الرفاعي. ابو ابراهيم نعم وابو مصطفى. ابو مصطفى نعم الرفاعي. نعم ما شاء الله ما شاء الله يا رب الله يبارك فيهم الله يرحمهم امين يجعل مباركهم الجنه يا رب امين امين يا رب. وفي بحوران عشائر كثير زعبيه حريريه صلخديه نعم. قداحي نعم. ما شاء الله ما شاء الله نعم. يا رب انت زرتوا ابو يعقوب ديوانه في المنصوريه؟ طبعا عشره عمر احنا وياه من الثمانينات عندونا الله سنه الثمانينات الله 84 بتذكر اول مره عن المنصورية موالد. نعم. النبوحية كل سيدي وشفتوا بالبلد طبعا زارنا شرفنا فيه بالبلد كمان الحمد لله شرفنا فيكم الله يقويك حبيبي سيدي. الله يقويك شكرا سيدي مبارك بسلالة طيبة وهذا حوراني الحراكي خليل وين عن